شفا الأورمان هما مستشفيتين مش مستشفى واحده، مستشفى سرطان الكبار ومستشفى سرطان الاطفال. مستشفى سرطان الكبار افتتحناها في 27/5/2016 واكتملت بالكامل في 2018 الحمد لله، تشتغل بكامل طاقتها. مستشفى الاطفال او سرطان الاطفال هي مستشفى جديده على مساحه 55000 متر، النهارده بنفتتح المرحله الرابعه من المستشفى. المرحله الرابعه من المستشفى فيها اقامه داخليه، فيها رعايه مركزه، فيها علاج كيماوي، فيها علاج اشعاعي، فيها كل انواع العلاج التي تقدم لاطفالنا المرضى، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. طبعا حضرتك عارف ان مرض السرطان ما بيفرقش ما بين كبير وما بين صغير. احنا هنا في المستشفى لما فتحنا مستشفى كبار وبدأنا نستقبل الناس، لقينا أطفال بتجينا أصحاب هذا المرض. طبعا مستشفى وجودها في الأقصر، والمسافة بينها وبين القاهرة حوالي 12 أو 13 ساعة بالقطر. فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نعمل مستشفى على أعلى مستوى لخدمة أهالينا من الصعيد، من محافظات وسط وجنوب الصعيد، أطفال وكبار. نفتتح 80 سرير في قسم الأطفال لزيادة الطاقة الاستيعابية لقسم الأطفال لاستقبال مرضى السرطان من الأطفال في الصعيد. طبعا ده بالتنسيق وبالتعاون مع مستشفى الكبار اللي هي المستشفى الأولى اللي بدأت في 2016. احنا دلوقتي بنقدم من 180 ل 200 جرعة كيماوي في اليوم، بنقدم 250 عملية جراحية كل شهر، كبرى جراحات كبرى غير العمليات الجراحية المتوسطة والصغرى، زائد خدمة المناظير.